معنا استخارة بالقرآن الكريم، استخارتين بالقرآن الكريم لأول حرف من اسمك أو اختار لك سبحة من السبح. نبدأ به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يا سعد الله أوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. اختار لك سبحة من السبح. هذا السبحة تبدأ معنا الاستخارة من حرف الألف إلى حرف الصاد، والاستخارة الثانية بهذا السبحة تبدأ معنا من حرف الضاد إلى حرف الياء. هنبدأ بالاستخارة الأولى بهذا السبحة، الاستخارة الأولى من حرف الألف إلى حرف الصاد. أتمنى من أخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة فاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا سورة الممتحنة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الكاشف، فضلا وليس أمرا. أحبابنا في الله ادعموا الفيديو باللايك وانزلوا في التعليقات صلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. عندك الحظ معك، الحظ معك، يعني شايف الحظ معك، الحظ واقف معك، بس عندك هنا بتاخذ قرار، شايف ان انت هتاخذ قرار او عايز تاخذ قرار، يعني القرار ده هيغير حاجات كثيره من حياتك، القرار ده هيغير حاجات يعني كثيره في حياتك. شايف عندك هنا سفر، عندك سفر، السفر ده مفاجئ، عندك سفر يعني سفر مفاجئ يعني غير متوقع، السفر قدامك طريق سفر. شايف هنا اللهم صل على سيدنا محمد، يعني هنا هتتواصل مع حد، في حد هتتواصل معاه، مع شخص مهم خارج البلاد الفترة دي، هيدعمك الشخص ده، يعني هيساعدك او بده هو يساعدك ويدعمك بامور مختلفة بالخارج، يعني هيدعمك في شغل، هيدعمك في وظيفة، او هيدعمك في حدات مثل هذا الشغل، يعني عندك شغل وشايف عندك ان الشخص ده هيدعمك. شايف عندك هنا برضو باب الحظ والنجاح، يعني والمال هيتفتح قدامك وموجود وكبير، موجود الباب الحظ والعمل والنجاح موجود وكبير بإذن الله. أنت فكرت صح، يعني فكرت صح بعد التعب والمجهود اللي حصل يعني معاك، أو بعد التعب تعبت كتير ودرست واجتهدت ومجهود، يعني شايف إن أنت عايز هتندح وهتثبت نفسك أكتر وزيادة بالسفر في الخارج، السفر في الخارج بإذن الله تعالى. شايف عندك ماشي عندك يعني معارضين أو حد معارض أو حد وقف في وشك، لكن مصيرك هتوصل له وهدفك هتوصل له اللي أنت عايزه بمشيئة الله تعالى، صلى على الحبيب المصطفى. شايف برضه هنا في شيء يعني جميل قادم ليك، وتعويضات إلهية قادمة، في خير عندك واسع بأفراح ونعم بإذن الله تعالى. هناك يعني أخبار كويسة، في بركة في الرزق، في ترقية تخص عملك، يعني تخص عملك منكم هذا أصحاب الأحرف أو أصحاب السبحة، عندكم يعني هنا ندمك هيلمع في العمل، في شيء هنا رايح منك أو مفقود منك بقاله فترة بتدور عليه، محتار مش عارف راح فين، هتلاقيه دايلك بإذن الله تعالى. عندك قرار هنا صح، صح بتاخذه يخص عملك، لان الناس دي بتستغلك في العمل، او عايزه تستغلك، او عايزه تاخد مجهودك، الناس دي بتستغلك في العمل فخلي بالك. عندك شخص هنا بيحبك، شخص انت يعني هو بيحبك وانت بتحبه، بيزداد غلاوه ما بينكم، بيزداد محبه ان شاء الله، بس هنا في مواجهه مع حد، يعني الشخص ده جرحك او كسر قلبك او ليك عنده حاجه، في مواجهه ما بينكم وفي كلام هيصير، شايف عندكم كلام او مواجهه ان شاء الله فيها خير باذن الله تعالى. بس انت هنا ندمان، اراك ندمان يعني على هنا على فضفضه قلته، او يعني ندمان على كلام اتكلمته او حدا اتكلمته او حدا قلت عليه، ندمان عليه. بلاش يعني كل اللي في قلبك يكون على لسانك. في استلام هنا اوراق، او بتخلص اوراق حكوميه او من جهه حكوميه، في اوراق بتخلصها في الحكومه راح تخلص على خير باذن الله تعالى، هتخلص على خير بمشيئه الله. في مال دايلك من طريق يعني حواله او دين او ورث او هذا، في مال يعني دايلك من طريق هاي الاشياء دي، في طريق مال دايلك، في بشره حلوه، يعني في مكالمه
المكالمة دي ستلقاها قدامك يعني خطوتين وهتوصل لك هذا المكالمة. المكالمة فيها بيع أو شراء، إما بتبيع إشي أو بتشتري منزل أو بتشتري هذا أو بتبيع هذا. المكالمة دي فيها بيع أو فيها شراء، فيها بيع أو شراء المكالمة دي تخصك يعني. المكالمة دي أو الرسالة هتدي لك يعني قدامك خطوتين، في أمور هنا هتكون يعني مثيرة ليك، هتنجح في طريق ناجح قدامك، او انت خايف على حد من اطفالك او خايف على حد من اطفالك نفسك تنجح، طريق النجاح قدامه هينجح، او انت عايز تنجح شايف طريق النجاح قدامكم باذن الله تعالى، شايفك فرحان باذن الله طريق النجاح، بس اجتهد عشان توصل لهدفك اللي انت عايزه، عشان توصل لهدفك. اللهم صل على سيدنا محمد. شايف ان في انهشر باذن الله تعالى واعلان على النصر والحزن هنا للمبتعدين، شايف هنا يعني منتظر انت عودة حبيب، يعني شايفك منتظر عودة حبيب او منتظر صلح، شايف هنا في عودة حبيب. في دخل منكم هنا البعض منكم مع شخص علاقة حب، وهذا الشخص يعني شايفه يبادلك نفس الشعور. شايف هنا للبعض منكم يعني ظهور اشياء غريبة في جسده مثل الخدوش او الحروق او تساقط الشعر او حبوب في الوجه او الم في الامعاء او الظهر او المفاصل، في تعب عندك، في صداع غير مستقر، هذا من السحر، عندكم سحر من اصحاب هذا الحروف، عندكم سحر من زمان، عندكم سحر من زمان. اللهم صل على سيدنا محمد. في هنا ناس برضو يعني مش بتحب لك الخير، يعني هي الست دي اللي عامله لكم السحر، الست دي يعني شايفها ان هي بتراقبكم وتعرف جميع اخباركم، جميع اخباركم واسراركم، كل حاجه بتعرفها الست دي وبتراقبكم وعارف عنكم كل حاجه. في ناس يعني هنا نسيت نفسها، مع انك انت وقفت معاها او دعمتها او سندتها او اديتها كثير، لكن الناس دي نسيت نفسها ومش بتحب لكم الخير، يعني الناس دي مش كويسه، مش بتتمنى لكم الخير كما انتم بتتمنوا لها الخير. في شخص هنا حواليك، يعني الشخص ده هم كذا واحد، واحد اثنين ثلاث اشخاص حواليك، يعني دول بيحاولوا عايزين يمسكوا عليك غلطة، عايزين يمسكوا عليك غلطة، واقفين ليك على الوحدة، ولكن انت كايد اعدائك، انت كايد اعدائك. هنا للبعض منكم هنا اكتشف يعني امور، الامور دي يعني اللي اكتشفتها او هتكتشفها خلاص، لان انا شايف خطوة واحدة، خطوة واحدة وهتكتشف الامور دي ومنكم اكتشفها. يعني هنا في هتكتشف بعض الامور واشخاص يعني بيخنوك مع اقرب الناس ليك، يعني الناس دي مش كويس وهتكتشفها وهتعرفها، وعرفتوا الست اللي عملت لكم السحر، وفي منكم لسه ما عرفهاش. للبعض هنا شايف هنا، اللهم صل على سيدنا محمد، شخص يعني مش كويس، خلي بالك منه بيلعب بمشاعرك، يعني الشخص ده مش كذاب، كذاب بيسحب منك ماده او فلوس او عايز يضحك عليك. في بشرة هنا واستقرار، في بشرة ديالك واستقرار واطمئنان على شخص يعني، وشايف فك كارت ان شاء الله، في اطمئنان عليه، في فك بلوك، في فك بلوك او رسالة او مكالمة انت منتظرها، انت منتظر رسالة او مكالمة، في فك بلوك باذن الله تعالى. بسم الله الكشف، فضلا وليس امرا احبابنا في الله، ادعموا الفيديو باللايك اخواتنا في الله، بسم الله الكشف. اللهم صل على سيدنا محمد. شايف هنا في تحقق حاجة غالي على قلبك، يعني أمنية، فرحة، تخلص أوراق في حكومة، أوراق من جهة أمنية، يعني في حاجة تخلصها هتحققها وهتخلص منها، يعني هي غالية على قلبك، كنت شايل حمل عليها، يعني كنت شايل حمل عايز تخلص منها الحاجة دي أو تخلصها، راح تخلص بإذن الله تعالى. في زعل هنا جواك، في منكم هنا زعلان، يعني في زعل او حزن، شايفك حزين زعلان، يعني محتاج مبلغ من المال، محتاج يعني مال دايلك باذن الله تعالى، دايلك الطريق قدامك ودايلك المال بقدره الله تعالى. في ناس هنا خايفه من بكره وقاعده عماله تفكر
قاعد عمال تفكر في اللي داي. بلاش يعني تفكير وسيبها على الله، بلاش تفكير وسيبها على الله، هتنحل. ندمك انا شايف ندمك هيلمع في مدار السفر، منكم من عرض اتعرض عليه طريق السفر، يعني السفر شايف فيه نجاح ليك، فيه نجاح ليك السفر. شايف هنا يعني في حد انت حصل ما بينكم وبينه مشاكل، او حصل ما بينكم ضغوطات، هي بسبب ممكن نقول حبيب او زوجك او زوجتك، حصل ما بينكم مشاكل، حصل ما بينكم يعني ممكن منكم من حصل طلاق. لانها شايفك يعني في ضيقه وخنقه، مزعلك قوي يعني ما بين حبيب، مش عارف يعني تفضفض او مش عارف تتكلم، ومخنوق ومتضايق. ان شاء الله في صلح باذن الله، بس هي من السحر، هي من السحر، هاي من السحر. وشايفك ان انت كلام يعني سمعت كلام او في كلام بيضايقك، انت سامعه، انت سامع الكلام ده من شخص يعني بتتعامل معاه شبيه يعني يوميا. فيه انتصار ليك، فيه انتصار ليك بعد ظلم وقع عليك، فيه انتصار فيه باذن الله تعالى. شايف هنا، شايف منكم هنا في قصه حب، قصه حب او ارتباط او قصه حب قريبه منك، يعني شايف في اعجاب متبادل، في اعجاب متبادل. في فلوس هنا ديالك، يعني شايف في فلوس ديالك، بس انا شايف معاك الفلوس بتتبخر، الفلوس بتتبخر وبتخلص، وبتخلص مش عارف بتخلص ازاي انت، لكن ستر ربك معاك دايما، دايما معاك، ما تقلقش. في انفراجة مالية ورزق من نصيبك، ورزق من نصيبك بإذن الله تعالى إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. شايف الأمور يعني معاك، الأمور هتعلى، في تغيرات قادمة تدق بابك. شايف بدايات عاطفية وأمور جديدة وتخلص من حدات، يعني شايف ان انت داخل في مشروع او مشارك حد على مشروع، شايف حد بيدعمك وواقف معاك، سواء شريكك او مشارك حد في مشروع او شريكك. شايف ان انت خايف بس متردد، خايف في هاي المشروع، خايف ما تكتملش فيه، او خايف ما تنجحش فيه، او خايف ما توصلش للهدف اللي انت راسمه قدامك. اكمل زي ما انت واترك الامور بيد الله، وراح توصل لهدفك ما دام ماشي في الطريق الصحيح ورامي حملك على الله او سايب حملك وماشي في الطريق الصحيح وماشي بما يرضي الله، هتوصل لهدفك مهما كانت العروضات او مهما كانت التعطيلات اللي عندك او المشاكل او الاشياء اللي مش تكتمل معك، بس ما دام ماشي في الطريق الصحيح هتوصل لهدفك مهما كانت العروض قدامك او التعطيلات قدامك. لان شايف في تغيرات كثيره قادمه ليك، ودك بابك ان مشيت في الطريق الصحيح والتزمت في الطريق اللي زي ما انت طاقه الرزق مفتوحه قدامك، بس اكمل، بلاش التردد وبلاش الخوف وبلاش الاحباط، بلاش. في خروج ناس هنا تخرج من حياتك، الناس دي انت هتخرجها من حياتك، الناس دي يعني انت مش محتاجها، او الناس دي بقيتك مش كويسة هتكتشفها، او اكتشفتها ان ناس حقودة، ناس يعني خبيثة، ناس بتحب نفسيها، ناس ما بتحبش الخير لحد، فانت هتترك الناس دي او هتبعدها عنك او هتبعدها عنك نهائيا. عندك هنا لديك يعني اخبار جميلة تتعلق بعمل جديد، العمل مفتوح قدامك في طريق كذا عمل، وانت مقدم ممكن نقول على عمل واثنين مقدم، مقدم منكم العمل هيعلى في شأنه، ومنكم من مقدم على العمل. عندك هنا يعني في هنا اختبار يعني هتمر بيه، الاختبار ده هتمر بيه وبتكون كده بإذن الله، وهتعدي منه على خير، على خير إن شاء الله تعدي منه. في شخص هنا، الشخص ده يعني مفتقدك الأيام دي، شايف إنه هو مفتقدك الأيام دي، وانقباضة قلبك دليل على انه بيفكر فيك، لما قلبك بينقبض دليل على انه بيفكر، عمال بيفكر فيك. شايف هنا ليك، اللهم صل على سيدنا محمد، يعني في اختلاف في رأي العقل، شايف عندك يعني بسبب تأثير من اللي حواليك في ضغط، أرى يعني انك يعني هنا مش مستمتع بالحياة أو مش مستمتع بالعيشة، شايف عندك ضيق،
يعني عندك طاقة سلبية تعباك، عندك طاقة يعني مسيطرة عليك، الطاقة دي تعباك جدا مش عارف يعني تخلص منها. اللهم صل على سيدنا محمد. شايف هنا يعني الفترة دي هتحسن من نفسك، شايف يعني عندك هتحسن من نفسك، راحة قلبك من بعد التعب اللي انت مريت بيه، شايف عندك في راحة، في تيسير برضه لمواضيع تتفتح قدامك. شايفك انت يعني ما بقيتش بستنى حدا من حد زي الاول، يعني شايف حاليا هتعمل خطوه، هتاخذ خطوه لقدام. شايفك برضه هنا خطيت كل النقط على الحروف، خطيت كل النقط على الحروف. شايف امورك هتبدا تترتب وهتبدا تتحسن احسن من الاول بكثير. شايف عندك الشخص السني، في شخص ده شخص غامض جدا، يعني شايف الشخص ده بيضايقك دايما، يعني عمال يضايقك بتصرفاته بافعاله، شايف ان هو يعني بيضايقك بامور او حاجات مختلفه كثيره بيضايقك بيه. بس انا شايف هنا يعني في حدث خص العاطفه، في خطوبه او زواج او رجوع للمنفصلين او زواج مره اخرى. انا شايف في حاجه تخص الزواج او الارتباط او الخطوبه في ارض بيتك. بس كن حريص، كن حريص من اشخاص اللي حواليكم، او يعني في ناس عايزه تقرب منكم او عايزه توصلكم علشان تأذيكم. المفصلين هنا شايف في كلام، في كلام وفي اعاده حسابات، ممكن لاما رجوع لاما امور هتترتب. في شايف ما بينكم كلام، شوف في قرار هتاخده، في قرار هتاخده. انا شايف ان القرار ده مهم وهيكون حاسم وهيغير حاجات كتيرة من حياتكم. والعزاب هنا شايف في خطوبة او زواج، يعني في خطوبة او زواج او هتدخلوا في قصة حب او ارتباط. شايف عندكم امور كتيرة يعني من صفكم باذن الله، هدوا بالكم وهدوا اعصابكم عشان انتوا يعني هنا قلبكم يعني عندكم روحانيتكم عالية، بتحسوا بالحادة يعني وقلبكم بيحسسكم بالحادة قبل حدوثهم، يعني عندكم روحانيتكم عالية جدا وبتحسوا بالحادة قبل ما تحصل. إن كانت في مشكلة هتحصل قلبك ينقبض، بتحس إن في مشكلة بتحصل، لو في حد دايلك بتحس إن في حد داخل عليك ودايلك، وبتحس بالناس إن كانت حواليك يعني منافقين أو صادقين أو كذابين. عندك طاقة الإحساس شديدة جدا، روحانيتك عالية يعني. بس انا شايف في حاجات هنا ما بتحبوش تتكلموا عنها ولا تعبروا عنها، يعني بتفضلوا ساكتين لمده معينه او لوقت لحدك ما توصل الهدف اللي انت عايزينه، يعني بتفضلوا ساكتين لحدك ما توصلوا لهدفكم. شايف ان انتوا هنا هتبداوا ترتبوا اموركم، هتبداوا ترتبوا ترتيبات كثيره قدامكم. من ورا الترتيب ده شايف يعني هنا يعني الاشخاص اللي بيستغلوكم في حياتكم، يعني شايف هنا ان دايما هيكون يعني في سبب رئيسي هيوصلك المرحلة مش هتبقى محتاج الناس دي خالص، الناس دي الخبيثة، الناس اللئيمة، الناس اللي بتتمنى لك الشر. انت بتعاتب تقول انا عملت ايه للناس دي علشان تأذيني علشان تسحرني، هم مش عايزينك توصل لهدفك. بس انا شايف هنا في مشاكل مع الاقارب بسبب ورث او بسبب فلوس، في يعني مشاكل ما بينكم او في مشاكل بسبب الورث او سبب حد زي كده. شايف ان انت حيرانين في موضوعين او حيرانين في قرارين او حيرانين في حتتين، في حتتين شغله دماغك، يعني عندكم يعني التفكير دايين على نفسكم وطريقه التفكير بطريقه رهيبه، 24 ساعه بتفكروا في الطريقتين دول، مش عارفين توصلوا، مش عارفين تعملوا ايه، بتفكروا فيهم 24 ساعه. بسم الله الكاشف، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فضلا وليس امرا احبابي في الله ادعموا الفيديو باللايك اخواتنا في الله. عندكم تيسير، يعني والتيسير ده هيفرحكم قوي وهيخرجكم من اي صدمه انتم بتمروا بيها او اي مشكله. يعني انا شايف عندكم تيسير، عندكم تيسير في مواضيع، عندكم تيسير في حاجات هتسعدكم وهتطلعكم من اي مشكله او من اي طاقه سلبيه انتم بتمروا بيها او اي مشكله انت خنقاكم يعني مضايقاكم اي حاجه. يعني انا شايف عندكم الطاقه الايجابيه قادمه لكم باذن الله تعالى، الطاقه الايجابيه. بس انا شايف ان يعني اي مشكله انت بتمر بيها، اي مشكله انت كده هتطلع منها، هتطلع منها باذن الله تعالى. شايف هنا في طاقة
الطاقة دي عالية، طاقة روحانية، يعني طاقة روحانيات شديدة، طاقة روحانية عالية، فيها فرد، فيها في حدا أنت تخص الحمل، في حدا بتخص الحمل مستنيينها، مستنيين نجاح، في طاقة نجاح أو طاقة حمل بإذن الله، لأن من الطاقة دي كويسة. طاقة تخص الأطفال، لإما الشباب، لإما نجاح، لإما بشرة حمل لأطفال. عندكم هنا زعل؟ أو عندكم يعني في زعل، في حد زعلان عليها، زعلان على حد مريض عندك، قريبك، والدك، والدتك، أختك، زعلان على حد عزيز على قلبك مريض أو تعبان أو مسدود. في خبر حلو، هذا في خبر حلو هيفرحك، من ورا هاي الأشياء هيفرحك إن شاء الله، ربنا يفك أسره. في حد هنا برضه عزيز على قلبك، أنت بتحبه برضه قوي، شافه أكل حقك، الشخص ده أنت بتحبه قوي، لكن أكل حقك، أكل حقك الشخص ده، بس أنت عملت تحاسبه فيه وتقول حسبي الله ونعم الوكيل، ظلمني وأخذ حقي. أنت يعني هنا مشكلتك يعني أنت مشكلة نيتك صافية، نيتك صافية، بتحب الخير للناس، بتتعامل بحسن النية، بتتعامل هنا شايفك يعني بتتعامل بحب، بتتعامل بإخلاص، بتتعامل بحدا بطيبة مع الناس، ما بتحبش تأذي حد، بتحب الخير للناس كلها، بتتمنى لهم كل الخير. ساعات انت برضو بتحس بدربكة، بتحس بخيال حواليك، بتحس ان بحدا ماشي قدامك. شايف عندك هنا اللهم صل على سيدنا محمد، في هنا مهمات، شايف مهمات بتحاول تعملها، او عندك مسؤوليات يعني بتزيد عليك. شايف عندك خوف برضه، خايف من المستقبل او خايف من الالتزامات اللي عماله تزيد عليك. انا عندك شايف طاقه خوف، بس هنا في مكالمه هتدي لك، هتفرحك، فيها اختبار حلو ليك جدا. شايف يعني هنا، بس انا شايف هنا دايما ما بينك وما بين الاهل في خلاف، في عراقيل، في مشاكل، في اختلافات كثيره، شايف في اختلاف ما بينك وما بين الاهل. بس انا عندك الست دي، الست دي بكذا وش، الست دي كما كنا عاملة زي الحية، الست المؤذية بقول عليها حية على طول، الست دي مؤذية عاملة زي الحية، شوية معاك، شوية عليك، شوية بتكذب عليك، بس انت عارفها، انت عارفها ودايما ساكت، انت عارفها ودايما ساكت. انت دايما هنا يعني بتقول الست دي مش كويس، بس الفترة اللي جاية في عندك يعني تغيرات كثيرة، في نقلة من مكان لمكان، في نقلة من مكان لمكان، شراء منزل، شراء سيارة، شراء بيت، في عندك يعني النقلة دي هتسعدك، النقلة من مكان لمكان إن شاء الله تكون فيها الراحة ليك، فيها السعادة بإذن الله تعالى، فيها الراحة ليك، فيها السعادة، فيها الفرحة بإذن الله. أتمنى من أخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنتم تشتركوا في القناة فاشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد من أسرار العالم الروحاني. وهذا استخارة أخواتنا في الله بالسبحة الأولى مع وبدايتهم، هاي الاستخارة السبحة الأولى اللي اختاروا معانا من حرف الألف لحرف الصاد، هذا السبحة لهم تمت قراءتهم. أتمنى من أحبابنا في الله يدعموا الفيديو باللايك. هنشوف الاستخارة الثانية بهذا السبحة من حرف الضاد إلى حرف الياء، هنشوف الصورة الخاصة ليهم. أتمنى بس من أخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك فضلا وليس أمرا. بسم الله الرحمن الرحيم، نشوف الصورة اللي هتطلع ليكم يا حبيبنا في الله، صورة النبأ. بسم الله الرحمن الرحيم، فضلا وليس أمرا، صلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك وأنت خير المبشرين كلها. بسم الله الرحمن الرحيم، انزلوا في التعليقات صلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، فضلا وليس أمرا أخواتنا في الله. بسم الله الكاشف، السبحة هذا من حرف الضاد إلى حرف الياء. عندك هنا الأمور يعني في عندك امور هتبدا تتحسن معاك، في تغيرات قادمه ليك، التغيرات دي عندك يعني من بعد التعب اللي حصل في حياتك، من بعد المشاكل، من بعد الضغوطات، من بعد التعطيل، من بعد الوقف الريسك، في امور عندك قادمه، الامور دي يعني تدق بابك، يعني شايف بدايات كويسه، بدايات عاطفيه وامور جديده، في تخلص من الطاقات السلبيه او من علاقات سامه او من التعب، وعندك هنا خروج برضه ناس من حياتك، هتقبل التغير وخد خطوة جادة وحادة. عندك هنا لديك أخبار جميلة يعني تتعلق بعمل، يعني ممكن بعمل جديد، تتعلق بعمل جديد. عندك هنا اختبار كويس هتوصل، يعني هتعديه وهتوصل برضه، بس الاختبار ده أنت كده كده. في هنا
اللهم صل على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. شايفين عندك يعني البعض منكم بس بيعاني بخنقه او حزن، يعني شايف عندكم يعني الخنقه يعني اللي بتعاني به وبالحزن وبالضيق، البعض في قلبه وجع، في عندك وجع كسر قلبك، يعني شايف ان انتم اتخذلتوا من ناس مقربين، اتخذلتوا خذله يعني كسرت قلبكم او جرحتكم من ناس مقربين. شايفنا منكم يعني هنا محتاجين شخص يكون ثقة، محتاجين شخص تتكلموا معاه أو يطبطب عليكم، لأن دواكم حاجات كثيرة، حاجات كثيرة جواكم نفسكم تتكلموا فيها، بس مش لاقيين الشخص الصح اللي ترموا حمولكم عليه، أو تفضل تدوله الأمان، أو تدوله الثقة، أو تتكلموا معاه في كل اللي في قلبكم. عندكم هنا شايفنا برضو يعني في جيالك فرحة، الفرحة دي الفرحة دي يعني هتنسيك الوجع ده، وهتنسيك كسرة قلبك، وهتنسيك اللي حصل، اللي يعني انتم عشتوا هنا في الماضي ايام صعبة، ولغاية دلوقتي يعني بيتعانوا برضه، البعض منكم هنا يعني شاف بعض المشاكل، البعض سمع كلام ممكن يضايقه، يعني شاف دواكم يعني بس ناويين على التغير للأحسن، البعض موضوع بسبب العاطفة، حصل انفصال مع الشريك، في حصل انفصال، شاف بسبب العاطفة. بس شايفين في قرار، القرار ده شايفين في قرار، القرار ده هيغير حياتك. عندك استلام مبلغ بعد 12 نقطة، استلام مبلغ بعد 12 نقطة 12 يوم أو 12 ساعة، في استلام مبلغ إن شاء الله هنا. والبعض هنا في براءة من تهمة، من تهمة موجهة إليك، حبس أو قضية أو تهمة، في حاجة موجهة ليك هتخلص منها بإذن الله تعالى. شافنا اللهم صل على سيدنا محمد، شافنا في زواج للبعض منكم، شاف البعض الآخر يعني هيدخل في قصة حب جديدة أو دخل في قصة حب جديدة، في شخص هنا يعني هو سبب معاناتك، الشخص ده يعني سبب معاناتك، غدر بيك يعني سابك او وانت كنت في طريق صعب بتمر بيه وكنت محتاجه، لكن غدر بيك وتركك في الطريق لوحدك، ولكن انت منتصر، وانتصر وهتخرج من معاناتك واكملت طريقك. شايف عندك هنا ماشي عندك تعب، هنا زعلان على حد مريض عندك، حد عزيز على قلبك مريض زعلان عليه، بيعمل عملية او روح عند طبيب او دكتور، ان شاء الله في طاقة شفاء باذن الله تعالى. شايفين البعض هنا هتتلاقى بالشخص الصح، بالشخص المناسب، الشخص اللي محتاجه تدي كل الامان او يديك الامان او تدي له كل اللي في قلبك بتوأم روحك راح تلاقيه. احذر هنا بس من ناس يعني الناس دي بتتمنى لك الخراب، الناس دي عايزه تأذيك، الناس دي في منافقين، منافقين حواليك بيتمنوا خراب بيتك، احتفظ لأسرارك، الناس دي عينهم عليك، بصلك في أكلك في لقم عيشك، بصلك في رزقك، بصلك في صحتك، بصلك في كل حاجة بصلك فيها، حتى لو حد ده عندك بيفضل يبصوا عايزين يعرفوا عنك كل حزين، يعرفوا الشخص ده وصل ليه، ده عندك بيعمل ايه، دخل عندك ليه، الناس دي دات عندك ليه، ايه اللي ما بينك وما بين الناس دي، مش سايبينك في كل حاجة، حتى لو ضيف دخل عندك او حد ده عندك بصلك عليه، عايزين يعرفوا هو ده اللي عندك او ايه اللي ما بينك وما بين الناس دي، عايزين يعرفوا انت وصلت ليه، هدفك ماشي في ايه، او شغال ايه، او بتشتغل ايه، او رزقك كام، بصلك وحاسدلك على كل حاجه. الكسل والخمول اللي عندك والتعب والضيقه والخنقه، واكتر حاجه الكسل عندك والتفكير ال 24 ساعه هاي من العين الحاقده الحاسده، فابعد عن الامور دي او ابعد عن الناس دي، بلاش كلام معاهم كثير عشان الناس دي عماله تحسب لك. لديك هنا بشرة، يعني منكم هنا لديكم بشرة وفرحة في خلال أيام قليلة، في خلال أيام قليلة، بس هنا شاف في شخص، هنا الشخص ده يحبك وراكبك عن قرب، الشخص ده بيحبك وراكبك عن قرب، في شخص هنا يعني الشخص ده ندمان على فراقك، حبيب أو صديق أو عزيز ندمان على فراقك، الشخص ده ندمان على فراقك. بس العيون هنا أنا شاف برضو العيون برضو مش سايباك في حالك، العيون مش سايباك في حالك، العيون واضحة، العيون واضحة ومش سايباك يعني في حالك، محسود من أقرب الناس والناس اللي حواليك حاسدينك، ومحسود من أقرب الناس ليك. بس عندك بشرة، أنا شايف يعني بشرة هنا، يعني شايف هنا في تدخل إلهي من فوق سبع سماوات،
لحل مشكلة هي سبب يعني ألمك وحزنك وتعبك في الفترة الماضية. بفضل الله هناك مساعدة في الخروج من الأزمة، في خروج من الأزمة وسداد دين معلق منذ فترة. شايف عندك قلق، يعني عندك قلق اتجاه أحد من أفراد أهلك، اطمئن سينتهي هذا القلق قريبا من غير رجعة بعون الله تعالى، من غير رجعة بعون الله. شايف هنا عندك تيسير، أنا عندك تيسير في أمور وقضاء حاجات كثيرة، وفي عندك توفيق، يعني هنا توفيق يعني في العمل، يعني وشايف عندك نجاحات واستقبال يعني لبشرات في فرح أو في أفراح متتالية، عندك يعني بشرات متواصلة قدامك، في بشرة يعني هنا يعني البشرة دي وفرحة كبيرة. شافك فرحان من وراء مكالمة أو فك بلوك أو رسالة مفرحاك، شافك فرحان مبسوط. صلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله الكاشف، فضلا وليس أمرا أحبابنا في الله، عايزين نشوف اللايكات بتاعتكم، فضلا وليس أمرا يدعموا الفيديو باللايك وانزل فيها التعليقات. صلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. في عندك هنا في حدا أنت غالي على قلبك، يعني هنا دي يا عزيزة على قلبك، غالي على قلبك، يعني أنا شايف عندك هنا تغير، في تغيرات على الأقل، يعني عندك هنا تغيير العتبة، تغيير العتبة دي نقول عليها بيت أو نقول عليها مسكن أو منزل، يعني التغير من بيت لبيت أو منزل لمنزل. شايفك هنا بتخلص أوراق المنزل أو بتخلص أوراق البيت، بتدهس أموالك أو يعني بتدهس هذا لشراء المسكن. هذا قدامك خطوة واحدة ما بينك أو ما بين هذا المنزل، بينك وبين الخطوة هي اللي قدامك، وهتشتري او هتوصل للمنزل الجديد. في زعل ماشي دواك او محتاج مبلغ مالي، شايف عندك شوية زعل او شوية تفكير في مبلغ مالي محتاجه عشان تدبر يعني امورك او تكمل حاجة تشتريها، ان شاء الله دايلك المبلغ المالي وهتقدر تجيبه باذن الله تعالى. في هنا يعني شايف هنا في اكتشاف امور وحقائق حواليك، هتكتشف كل حاجة وهتعرف، يعني في ناس هنا شايفك خايفين من بكرة وقاعدين يعني عم بتفكروا في اللي جاي، بلاش تفكير، سيبها على الله، سيبها على الله وتنحل، سيبها على الله وبلاش تفكير، لأن نجمك هيلمع في مجال عملك، يعني نجمك هيلمع. وعندك عرض هنا مغري، العرض ده عندك عرض هنا يعني مغري بعد أسابيع قليلة، أوعى ترفضه. شايف هنا يعني عشان في ناس انها حبت ناس او صدقت ناس، صديق او حبيب وفرحت بوجوده، بس طلع مش كويس، طلع خايف يعني، وانت مش قادر يعني تبعد، عندك ضغط نفسي كبير بسبب التفكير، بسبب التفكير. شايف بس يعني انت صديق او حبيب، يعني شايف هنا برضو امور كثيرة هتحدث في حياتك، يعني في عندك هنا سحر، السحر ده من قريب من قريب من قريب اذياكم به، يعني شرانية قرايب، يعني السحر ده معمول بالمرض، سحر سفلي، سحر يعني معمول بالمرض السحر ده، يعني تعبك كثير وتعب اسرتك كمان، يعني مش انت بس اللي تعبان، ده اهل بيتك تعبانين بسبب السحر، دايما مشاكل في البيت بدون سبب، دايما مش مستحملين بعض، دايما النرفزة، الضيق، التوتر، اللي مش مستحملين كلام لبعضيكم، استطلاع النرفزة، خنقة، ضيق، تعب، منكم عنده مرض برضه، من اهل البيت عنده مرض، دي السحر معمول ليكم بالمرض وبالتعب وبالتعطيل، ودايما الالم في الظهر والراس والصداع، ودايما همدان وكسلان. راح ينقلب هذا السحر ويخرج باذن الله تعالى، هينفك باذن الله، هيخرج الشر كله من بيتك، معاه السحر ومعاه الحسد، معاه كل الشر هيخرج من عندك باذن الله تعالى. في مبلغ هنا، المبلغ ده يعني عندك مبلغ كبير وفك كرب باذن الله شديد، يعني هتفك الكرب اللي عندك والعتبه اللي هتنتقل او البيت اللي هتنتقل فيه ده، فيه الراحه، فيه السعاده ليك، يعني فيه راحه ليك. في حدنا يعني شافنا يعني حبيب او صديق شافه محتار وغيران عليك ومشتاق ليك، يعني وعايز يديلك او عايز يردع لك. شافنا في نقله، النقله دي يعني وتغير جذري بامورك، يعني عندك تغيرات كثيره باذن الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد. في حدث يعني هيحدث مفرح ومساعده ماليه، في حد هيساعدك بمساعده ماليه. في مكالمة من شخص هنا، المكالمة دي من شخص قاطع التواصل معك،
هيجي لك من وراه سفر او وظيفه، سفر او وظيفه، عندك سفر او وظيفه باذن الله تعالى. شراء البيت او او تغير الشراء ده هيكون فيه سعاده ليك باذن. انت عمال تفكر في قصه الشراء، ان كل طاقه قدامي يجيب لك طاقه الشراء، شراء المسكن. في عندك شفاء برضه هنا لحد مريض او حد عزيز على قلبك، عنده طاقه شفاء باذن الله تعالى. في ناس برضه هنا ازياك، الناس دي ازياك، عندك نصر على ناس اذتك كثير، يعني الناس دي اذتك كثير قوي وسببت ليكم اذى من قبل، يعني جرحت قلبك او كسرتك والاذى ماسك فيك يعني، وعندك يعني التعب منه، يعني شايفين ان انتم شايفينكم تعبانين يعني، وتفكيركم مشتت، عمال تفكر 24 ساعة، التعب والتفكير والخنقة، يعني عندك طاقة تفكير وتشتيت مشتت، عمال تفكر. في ايام حلوة قوي عندك ديالك، وفي تغير للأفضل. عندك هنا مشاكل عاطفية، انا شايف عندك مشاكل عاطفية وعدم استقرار، بس انت بحاجة للهدوء يعني والاسترخاء، وفي سعادة قريبة عندك. السعادة دي هتكون بسبب يعني خبر او مكالمة. في شفاء من السحر، من سحر راح تشعر بالفارق، في شفاء باذن الله تعالى. بس هنا في ناس مراقباكم، عشان انت عليكم مراقبه من اشخاص في غايه الخبز، الناس دي خبيثه والناس دي عماله تراقبكم والناس دي مش كويسه، يعني شايف عندكم عليكم مراقبه، بتراقبكم في كل حاجه، بتراقبكم. فرصتك جيالك، الفرصه ديالك، الفرصه جيالك باذن الله تعالى. الفرصه دي شايفك فيها سعيد، شايفك فيها فرحان، في فرصه ديالك فيها فرحه ليك باذن الله تعالى. صلى على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، فضل وليس امر احبابنا في الله، دعموا الفيديو باللايك. في الايام يعني هنا الايام القادمه لديكم فرحه، لديكم يعني هنا قرار هتاخذوه حاسم، يعني هتاخذوه، سيكون هذا القرار جيد لكم انتم. اللي انتم هنا شايف احاسيسكم عاليه، وستنبؤونا باشياء سوف تحصل، عندك اشارات يعني سوف تصلكم، اما في الاحلام او بشكل يعني بقلبي او تخاطرات عندك، لان روحانياتكم عاليه. انا شايف هنا يعني هناك شخص يعني رجوع شخص من الماضي، هيرجع لك هنا، هناك شخص يعني رجوع من الماضي وانتم في حاله يأس منه، وهذا الشخص صاحب جاذبيه ولديكم انتصار ونجاح في اموركم. شايفنا برضو البعض لديه مسؤوليات وحمل تقيل عليكم، او برضو الحمل ده على اكتافكم، عندكم مسؤولية باطفال وبيت وانتم لوحدكم شايلين هاي المسؤولية، قريبا جدا سوف تعثرون على توأم روحكم او توأم شعلتكم. في شخص هنا، الشخص ده معجب بكم، شافوا بيراقبكم، يعني الشخص ده بيراقبكم من بعد او بيراقبكم او من قرب برضه بيراقبكم، رغم العقوبات او الصواعب او العقوبات اللي بينكم وبينهم، بس هو عمال يراقبكم عايز يوصلكم. شايفين انتم يعني هنا تبذلون جهد، تبذلون جهد، السحر والحسد وغيره من الاشخاص يكرهكم، يعني اشخاص يعني يكرهكم ويتمنوا سقوطكم. الاشخاص دي بتتمنى تاذيكم وبتتمنى سقوطكم، تتمنى لكم الشر، الناس دي عايزه تاذيكم باي طريقه، الناس دي عايزه تدمركم. بس انا شايف السر هنا هتعرف، في عندك سر، والسر ده هتعرفه، السر ده هتعرفه. السر قدامك يعني خطوه اثنين، والسر ده هتعرفه، عندك سر خطير جدا وهتعرف السر ده. اللهم صل على سيدنا محمد. في حد هيقف معاكم، في حد هيقف معاكم وهيساعدكم، هيديكم يعني بعض فلوس، او هيدلكم على مشوار يدخلكم مشروع، او هيدخلكم فلوس، او هيدلكم يعني يا اما هتديكم فلوس يا اما هتدلكم على حاجه يدخلكم مال او فلوس، لان انتوا انا شايف منكم برضه بيعاني من الامور الماديه والمال. شايف هنا بتدوروا على اي حاجة تجيب لكم مال، وبتدوروا على اي حاجة تطلعكم من اللي انتم فيه، لكن عندك نقلة جديدة، نقلة جديدة، بس انتم يعني مختارين طريق طويل، طريق يعني منكم من اختار طريق صعب، طريق مضايقك برضه، خذ الطريق السهل،
علشان تطلع من الصدمات او تطلع من اي حادة تدي لك. شايفين يعني انتم هنا مستنيين حدا من حد، مستنيين حدا من حد، بس انتم خاب يعني ظنكم كثير، او خاب في ناس ظنكم في ناس كثيرة. شايف بس انا مش عايزكم الطاقة السلبية دي تدخلوا فيها. عايزك تطلع من الطاقة السلبية، عايزك تطلع من اي طاقة سلبية انت بتمر بيها، اي طاقة سلبية في حياتك اخرج منها. الحاجة اللي انت ببالك مشغول فيها هي هتحصل معك الايام اللي داي، ما تخافش. يعني شايف ان انت دايما متألق، خلي بالك وما تقلقش من حاجة، خلي بالك بس من الست اللي عاملة لكم السحر، خلي بالكم منها. واي امور شغلاك اتركها، سيب الامور على ربنا. هي الحية دي، الحية دي لو انت برضو بتحلم بالرؤيات الثعابين او الحيات او الافاعي او الكلاب، هي الحية دي انسانة مقربة من اهلك، من اهل بيتك. الست دي مقربة ليك، منافقة بوشين وصعبانة، هي دي اللي ازياكم، هي اللي دي اللي ازياكم. لكن ربنا يبعدها عنك، ربنا هيبتليها يخليها تنساك او تبعد عنك، لان هي الست دي وشها مش واضح. يعني شايفها انا مش كويسة، منافقة، مؤذية، أزيا ناس كثيرة مش انت بس، يعني أزيا ناس كثيرة بوشين. لا اله الا الله وحده لا شريك له. بسم الله الكاش، بسم الله الكاش، بسم الله. عندك هنا راحة، يعني الراحة دي من بعد الظلم اللي انت شفتوه في حياتكم، من بعد ان انتوا خاب ظنكم كثير في ناس كثيرة جدا. شايف برضو يعني هنا انت وقفت مع ناس كثيرة انت بتساعدها، بس خاب ظنك فيها، خاب ظنك في الناس دي. شايف هنا يعني انت ساعدتهم، وقفت معاهم، كبرتهم، اديتهم حاجات كثيرة، يعني وقفت معاهم واديتهم وعملت لهم كل اللي هم محتاجينه، بس انت لما احتجتهم ما لقيتهمش، ولقيتهم خاينين، غدارين، مش كويسين. فانت صاحب الاختيار وانت صاحب القرار، فخلي بالك من نفسك وما تعاملش حد بسهولة، او ما تديش الامان لناس ما تستاهلش اصلا الامان. قلنا من قبل هدوا نفسكم. شايف الفترة دي من اكتر الفترات يعني اللي عندكم طاقة تفكير، عندكم طاقة حزن، شاغلة بالكم، يعني عاملة لكم بعض المواضيع او بعض الاختلافات. بس انا شايف عندكم الفترة دي في يعني امور هتوضح اكتر من كده. شايف عندك ندمك هيكون لامع في السماء، وده يعني بيدل ان انت هتديلك لك رسالة او نجاح. شايف ان انت هتديلك حاجة معينة هتفرحك وهتطلعك من اي صدمة انت بتمر بيها او من اي كسرة قلب. شايف عندك يعني هنا ماشي اليومين دول قلبك عندك مكسور او مجروح، خلي بالك هنا من الشخص ده، الشخص ده عايز يرجع لك من الماضي، الشخص ده ناوي انه يرجع لك يكسر قلبك او يدرحك او يكسرك او يذلك، فخلي بالك، خلي بالك وكون حريص. بس انا عايزك ما تثقش في حد، ما تديش الثقه جوه لحد. الشخص اللي يدي لك بسهوله ويطلب منك السماح السماح، فخلي بالك، لان انا شايف عندك قلبك هنا، شايف في قلب، والقلب ده مفتوح يدل على الخير، يدل على السعاده، يدل على الراحه، يدل على فرحه في قلب بيتكم. ممكن اقول زواج او خطوبه او ارتباط، ان انا شايف في ارض بيتكم في هالفرحة وفي قلب وفي خاتم في هالفرحة إن شاء الله. ممكن يكون بنتك أو أنت أو أختك أو أختك، يعني حد في البيت هيكون عنده خطوبة أو ارتباط أو زواج في أرض بيتك بإذن الله تعالى. أو ممكن يكون زواج للمطلقين أو رجوع. شايف في زواج برضه، زواج مرة أخرى، زواج مرة أخرى هنا بإذن الله تعالى. هنا اللي ظلمك ده، يعني اللي خز فلوسك او ظلمك او جرحك، هتنتصر، هتنتصر، هتنتصر عليه وهتاخذ حقك، هتاخذ حقك. في هنا المال دي اللي دايلك من هنا، المال ده دايلك ورث او حواله او ردوح حق. في مال دايلك هنا نقول ورث او ردوح حق او حواله، انت منتظر، انتظر المال ده بفرغ الصبر. يعني بتخلص اوراق فيه في المحاكم، او بتخلص له ورق او وظيفه من وراها المال في الاوراق بتخلصها في المحاكم، دايلها لك. اللهم صل على سيدنا محمد، بسم الله الكشف. شايف هنا اللهم صل على سيدنا محمد. خلي بالك من الست دي، عشان في هنا ست او صديقه او حبيبه كذابه، 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 خبيثه، مش كويسه. وشايف هنا برضه ما بينك وما بين الشريك مشاكل ونفور، الشريك عايز حاجة وانت عايز حاجة، كل واحد ماشي بدماغه،
يعني شايف ان انتوا اتنين ما بتحاولوش تدمعوا كلامكم، انتوا يعني وراكم الست دي، الست دي بتحقد عليكم، الست دي بتحاول تبين ان هي بتحبكم، لكن الست دي مش كويسة، الست دي عايزة تأذيكم، عايزة تدمركم، هي اللي يعني عاملة لكم العراكيل دي. الست دي بتحاول تنط عليكم، بتحاول تأذيكم، بتحاول يعني تخرب ما بينكم، فخلي بالكم، خلي بالكم. انا شايف ان انت حاسسكم ان انتم متكتفين، في خنقه، محتارين، مش عارفين تعمل ايه. شايف هنا في شخص هنا خزل قلبك، خزل قلبك، في حد يعني بعد عنك بدون سبب، في حد بعد عنك بدون سبب، يعني انت اعطيته الحب او اعطيته الثقه او الثقه ما بينكم، لكن بعد عنك بدون سبب. شايف هنا في كلام ما بينكم وما بين حد كنت منفصل عنه، في كلام هيكون ما بينكم. شايف الفترة دي من الفترات اللي هتكون عندكم بعض الأمور اللي هتتحقق، يعني عندكم تحققات، يعني شايف إن أنت هنا بتخلص أوراق، بتخلص أمور، يعني شايف إن أنت هنا هتخلص حاجات كتيرة، الحاجات دي كتيرة يعني هتخلصها في حياتك. شايف إن أنت يعني هنا أنت بتتعامل بنية سليمة، إن قلبكم نظيف، بس هنا في ناس أو في أشخاص يعني بيقولوا حاجات مش فيكم، ودي حاجة طبعا بتزعلكم جدا او بتزعلكم على نفسكم، لان انتوا دايما بتقولوا الصدق وقلبكم طيب، لكن الناس بتيجي تقول حاجات مش فيكم. يعني شايف الوضع عندكم هيبدا يتحسن تحسينات جيدة باذن الله تعالى، يعني شايف عندكم حاجات هنا هتعيد النظر ليها بشكل مختلف، شايف كمان هتعيد النظر ليها برضه. عندك يعني حاجات كتيرة حلوة في حياتك، بس انت هنا متضايق. متضايق من تصرفات حد من حياتك، يا اما تصرفات الشريك او من حد يعني مضايقك، اللي شايف ان انت متضايق من تصرفاته، مش عاجبك تصرفاته، بس ساكت، ومعنى ان انت ساكت ان انت تنفجر في اي وقت. شايفك ان انت يعني ما بتديش الامان لحد جوه، بس بتنتظر، يعني بتشوف لكن بتنتظر غلطه. بتنتظر الغلطة على شخص أو الحد وبعدين هتنفدر فيه وهتوقفه عند حده. شايف إن أنت هنا بتعمل حاجات كتيرة في حياتك وهتكتشف أمور كتيرة في حياتك، في حاجات كتيرة هتكتشفها، عندك طاقة اكتشاف حاجات كتيرة. صل على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. في بشرة حمل، عندك بشرة بحمل او عندك بشرة حمل او طفل وولادة، في بشرة حمل قريبة بإذن الله تعالى قدامك نقطتين، وبشرة الحمل دي ان شاء الله تكون فيها السعادة، سعادة ليكم بإذن الله تعالى، بشرة مولود قريبة بإذن الله تعالى. عندك طريق هنا في السفر، حد بعت لك تذكرة السفر او حد يدعيك انك تسافر، لان انا شايف في طاقة سفر قدامك فيها يعني ممكن شغل او فسح، فسحة أو شغل، طاقة السفر، وطاقة السفر مفتوحة قدامك، مفتوحة قدامك طاقة السفر. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، بسم الله. شايف عندكم برضو كما قلنا الرجوع أو زواج مرة أخرى أو الخطوبة اللي في أرض بيتكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسعدكم وإياكم وإيانا جميعا يا رب العالمين. وهذا القراءة كما قلنا لهذا السبحة تمت من حرف الضاد الى حرف الياء، هذا الاستخاره تمت والاستخاره الثانيه تمت، واتمنى من احبابنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وان كنتم لم تشتركوا في القناه فليشرفني اشتراككم في القناه، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد من اسرار العالم الروحاني. وفضلا وليس امرا انزل في التعليقات صلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، وكنتم بتعانوا من السحر او من مس او من تعطيل او من تابعه او اي شيء، كل شيء داخل القناه منزله، علاج السحر وعلاج المس وعلاج الحسد وعلاج القرين وعلاج التابعة وعلاج التعطيلات وعلاج المشاكل في المسكن، حتى طرق استرداع الحبيب ورد الزوجة، كل الطرق